لا هو حضرتك احنا عندنا مشكلة في الفيلة، وعندنا وحيد القرن، دي حيوانات غالية جدا، وحيوانات مش موضوع انها غالية بس، هي حيوانات بتحكمها اتفاقيات معينة في التدبير دلوقتي، يعني اتفاقيات تخضع لمنظمة الأمم المتحدة وغيره وخلافه، لأنها حيوانات مهددة بالانقراض على مستوى العالم. حتى لو أنا معايا فلوس مش سهل إن أنا أجيب فيل، أو مش سهل إن أنا أجيب وحيد القرن. فالحقيقة الإدارات السابقة كلها برضو ما كانش في تدبير لحيوانات. إحنا عندنا الحيوانات الفيلة فيها شيخوخة كبيرة جدا، بيتعدى سنها 70 سنة. نفس الكلام الوحيد القرن اللي موجود عندنا، وميل واحد ذكر، والفيلة كانوا 2 فيميل. فطبعا ما فيش أي وسيلة لإكسار هذه الحيوانات، أو إن إحنا لكن الفيلة اللي هي نفقت دي الحقيقة كانت شيخوخة، ونفقت قدامنا، حتى وقعت في المبيت وإحنا لسه واقفين معاها، وكانت قدامنا ولقينا في زي التفاف في الأمعاء، وده بيحصل نتيجة أمراض الشيخوخة. فهو الفيل لما بيقع ما بيخلص تقريبا، ما بنقدرش. حاولنا معاه كتير جدا ونفعت قدامنا، يعني مفيش تسمم ولا أي حاجة، ولا في أي أعراض تسمم. وكان معانا أساتذة جامعات، عملنا صفة تشريحية، مفيش أي تسمم، كل دي شائعات. لكن هو إحنا عندنا فعلا المشكلة إن في حيوانات اللي هي الكبيرة أو اللي صعب تعوضها زي الفيلة ووحيد القرن، دي فيها شيخوخة.